مبسوطة بخدمتهم لأنه أجري عند رب العالمين كبير، ويعني بس أنا ماني متمني إلا من رب العالمين، متمني من حدا يعني يقوم بشي يعني يطب شي يعني شي، بس المهم يشوفن. يعني أنا أنقهر من أشوفن ما يشوفن. باركين هون بتل الروج حلول، ومعي اخواتي هذا مثل ما شايفين ستي ضريرات ما بيشوفوا، وصار لنا اكثر من سنه هون باركين وما نعطن ولا على دكتور. وفي ناس كثير قالونا ان اذا تعطون على اي دكتور او على مشفى ان شاء الله راح يمشي حالن. اختي ثاني بروح بنشتغل وبنقدم لهم، صار شغل بنشتغل ما صار شغل باركين يعني شفت عينك ما بنقدر نتركهم ولا لحظه. وصارت يعني بنات لو انهم شباب امر عادي، بس بنات ما بتقدر تتركهم من هون لهون.